بسم الله الرحمن الرحيم. عيانة عندها 38 سنة، عندها 3 أطفال، ابتدت تلاحظ إن في صداع بيجيلها وحشرجة في الصوت كل يوم الصبح. ابتدت تروح للدكتور الصدر اللي شخصها إن عندها حساسية، ثم ابتدت تلاحظ إن الصداع ابتدى يزيد بالذات في الصبح، ولحد ما نبرة صوتها اتغيرت وبقت في شدة الحشرجة. راحت للدكتور الأنف وأذن اللي شخصها إنها عندها ارتجاع صامت. إيه هو الارتجاع الصامت؟ ليه سموه ارتجاع صامت؟ إيه هو أسبابه؟ كيفية تشخيصه؟ إيه الآثار الجانبية؟ إيه العلاج اللي ممكن ناخده؟ إزاي الوقاية؟ وأهم شيء في كل حلقة هنقول نصايح للمرضى اللي ممكن يعملوها في البيت. كل ده هنعرفه في حلقة اليوم. ما هو الارتجاع الصامت؟ هو ارتجاع مريء ولكن بدون أعراض. من أهم أعراض الارتجاع لأي عيان يقول لك أنا حاسس بنار طالعة من الصدر، أنا كل ما أجي أصلي أميل لقدام ألاقي الأكل رد في زوري، إذا ضحكت لقيت نفسي أشرق. ده اسمه ارتجاع مش صامت، ارتجاع مريء عادي. الصامت هو اللي ما بيحسش بهذه الأعراض، يجي بأعراض خارج المريء. زي إيه؟ يجي بجيوب أنفية متكررة، يجي بصداع نتيجة الجيوب الأنفية المتكررة، يبدأ يشتكي من كحة غير معروفة السبب، ويبدأ يلف كتير على دكاترة الصدر ويقولوا له صدرك نظيف ما فيش حاجة خالص، لحد ما في النهاية يكتشف إن هو عنده ارتجاع صامت. يعني تسأله تقول له في حموضة، يقول لك عمري ما حسيت بحموضة. بتشرب بالليل وانت نايم، يقول لك عمري ما شرقت بالليل ولا نايم. وانت بتصلي من اللي قدام تلاقي الأكل رد في ظهرك، يقول لك عمري. لكن كل الأعراض هي عبارة عن خشانة في الصوت، تغير في نبرة الصوت، صداع متكرر، كحة ناشفة غير معروفة السبب. عشان نفهم الموضوع ده عاوزين نرجع من الأول ونعرف إيه التشريح بتاعنا وإيه اللي عمل الكلام ده. المريء عبارة عن أنبوبة طولها 45 سنتي، وظيفتها ربنا خلقها عشان حاجة واحدة، هي توصل الأكل من البلعوم إلى المعدة. وربنا سبحانه وتعالى عارف إن مفيش حامض بيجي هنا، وبالتالي غطى المريء بغشاء رفيع جدا. هذا الغشاء واللي هو هيظهر دلوقتي قدامكم هو عبارة عن غشاء رفيع جدا بيتكون من طبقة واحدة. أنا دائما باجي أشرح للعيان وأفهمه أقول له زي الشفايف، غشاء رفيع جدا لا يتحمل الحامض ولا يفرز حامض. وفي المعدة غشاء تخين جدا، وربنا عارف ان فيه مية نار في الحتة دي، وبالتالي عمله تخين والجدار بتاعه تخين. ليه المهمة النقطة دي؟ عشان احنا من الاثار الجانبية هقول لكم ايه اللي بيحصل في الغشاء ده. طيب زي ايه؟ زي الخد والشفايف. الشفايف جدار رفيع جدا والخد جدار تخين، فاذا جيت حطيت شط على شفايفك هتحس بيها وتولع، ولكن لو حطيتها على خدك مش هتحس بحاجة. ليه؟ عشان اختلاف الغشاء المغطي للشفايف والخد. كذلك في المعدة، المريء غشاء رفيع جدا والمعدة غشاء تخين جدا. طب ربنا يحمي ده ازاي؟ عمل عضلة قوية جدا هي اللور اسوفيجيال سفنكتر او عضله اسفل المريء، ودي هتظهر قدامكم. هي عضله قويه بتقفل ما بين المريء والمعده. طيب هل دي كافيه؟ ربنا سبحانه وتعالى عارف ان احنا بنحب الاكل وهندبها جامد
ودي ممكن ما تحمناش. فعمل ايه؟ راح عمل عضلة تساعد العضلة الخارجية، يعني في عضلة اهي وواحد تاني يساعدها، زي ما انت صاحبك دخل خناقة انت واقف في ظهره، هي دي ادي العضلة موجودة والعضلة التانية واقفة في ظهرها، وهي عضلة الحجاب الحاجز. ايه هو الحجاب الحاجز؟ الحجاب الحاجز ده اكبر عضلة موجودة في الجسم، رفيعة بتفصل تجويف الصدر عن تجويف البطن، تجويف الصدر بالسالب وتجويف البطن بالموجة، معنى كده أي حاجة جوه تتشفط وتطلع فوق. طب ربنا عشان ما تتشفطش المعدة وتطلع فوق عمل إيه؟ شوية عضلات، العضلات دي ماسكة المعدة وشدها دائما على تحت، وهي التانية اللي هي ظهرت في الصورة هي عضلة اللي هي الحجاب الحاجز. هيبقى دايما في ملي او 2 ملي ما بين عضلة الحجاب الحاجز والعضلة الاساسية، ما بين انت وصاحبك في ملي 2 ملي، فربنا حط وسادات من الدهن، ودي برضو موجودة في الصورة، وسادات من الدهن ما بين العضلتين عشان ما يبقاش فيه ولا ملي موجود. كده امان 100%، مش ممكن الحامض يرجع للمريء. ومش بس كده، عمل عضلة زيها بس ضعيفة جدا موجودة في أعلى المريء، احنا قلنا المريء 45 سنتي، في عضلة فوق ضعيفة وفي زي عضلتين تحت. تمام، كافي؟ لا مش كافي. أمال إيه؟ جه ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجات، لأن برضو العضلة بتفتح، فما تيجي تفتح ممكن شوية حامض يطلع فوق. طب ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ خلاك طول ما انت قاعد وانت مش حاسس بحركة لا ارادية عمال تبلع ريقك، تبلع ريقك، الريق ده قلوي واللي تحت حامض، بحيث لو في نقطة او نقطتين حامض طلعوا من المعدة على المريء نازل دايما اللعاب على المريء يغسله زي شلال، ده اول حاجة. تاني حاجة، الحركة المريء هي حركة دودية، بيتكون المريء من 3 عضلات، طولي وعرضي وبالورب، فطول ما انت قاعد عمال حركة حتى لو انت نايم عمال يتحرك، فبيعصر المريء فينزل اي حاجة طلعت نقطة نقطتين من فوق ينزلهم تحت الى المعدة. مش بس كده، عمل عضلة تانية، العضلة دي عاملة زي سقف العربية، يروح قافل بعد ما تاكل ويقفل على الأكل قفلة قوية جدا، واسمها فلاب فالف، دي أول حاجة بتبوظ وإحنا اللي بنبوظها بإيدينا. هقول لكم إزاي بنبوظها بإيدينا. بعد ده كله لا يمكن إلا إحنا كلنا نقول سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، صدق الله العظيم. تكملة بعد الفاصل إن شاء الله. إحنا كده فهمنا إيه اللي بيحصل، عندنا مريء، عندنا عضلة قافلة بتساعد عضلة من برة، عندنا الغشاء المريء وغشاء المعدة، كل دول بيساعدوا على عدم حدوث الارتجاع. طب ارتجاع الصامت بيجي بيشتكي من ايه؟ يبدأ العيان يشتكي من كحة، تمام، والعيان ده انا بشخصه بالتليفون، الاقي عيان بيتكلم او اي صديق بيتكلم كل شوية يدي حتة، ده عنده ارتجاع في المريء وارتجاع صامت، هو مش حاسس بحموضه لكن في حاجة دائما بتعمل تهيج للأحبال الصوتية، فكل شوية يعمل دي بتمطر أي عصارة موجودة أو أي سائل جاء على الأحبال الصوتية، دي أول حاجة. تاني حاجة، يلاقي العيان بيجيله صداع، حشرجة في الصوت. أكتر حاجة شفتها كانت مريضة، سيدة رقيقة جداً بترد على التليفون، واللي بيتكلموا ايام ما كان لسه الموبايل ما ظهرش، فابتدت واحده اختها فافتكرت ان هي جوزها مش هي،
طبعا انزعجت انزعاج فظيع جدا، صوتها اتغير تماما ومفيش سجاير ومفيش اي حاجه، طبعا جت منهاره ايه اللي حصل لزوري، فاكتشفت انها عندها ارتجاع صامت بقاله سنين وهي مش واخده بالها. التهاب بالحقن، بيقول لك حاسس ان عندي اللوز، مع اني شايل اللوز بس انا حاسس ان الحته دي مش مظبوطه، حاسس ان في حد حاطط ايديه هنا دائما. التهاب بالجيوب الانفيه، التهاب بالاذن الوسطى على طول كل شويه عند دكتور انف واذن. نبدا بحشرجه الصوت، هنشوف الصوره اللي جايه دي. الصوره دي اللي على اليمين هي احبال صوتيه طبيعيه اللي هي بتفتح وتقفل فتساعد على عدم دخول اي شيء جوه القصبه، الا هو ايه؟ حساسه جدا لاي نقطه ميه او عصاره او اي حاجه تخش، اول ما تيجي اي حاجه عليها تروح قافله مره واحده. طبعا الحامض وانت نايم بالليل عمال يخرج من المريء، يمشي من الحجاب الحاجز، يمشي في المريء ثم يجي على الاحبال الصوتيه دي وينام عليها. طبعا حامض ميه نار، واحنا زي شايفين كده ان الجدار رفيع جدا جدا، فيبدا يعمل التورم ده، يبدا الصوت يتغير، فهي دي بدايه الحشرجه في الصوت. دي اول حاجه. تاني حاجه بيشتكي منها المريض اللي هو الجيوب الانفيه. ايه الجيوب الانفيه دي؟ راسنا دي مفرغه من الهواء، مش كلها عظم، فيها تفريغ من الهواء، وده طبعا ربنا عامله عشان يساعدنا ان احنا نسمع من الخارج، لكن لو كانت الراس كلها عظم كناش هنقدر نقدر نسمع، لان احنا بنسمع بحاجتين، بنسمع بالاذن وبنسمع بالتفريغ اللي موجود في عظم الوجه. الاوض الفاضيه اللي موجوده في السكال اللي هي في الجمجمه دي اوض مغطاه بغشاء رفيع جدا بيفرز ماده كل شويه عشان ما يحصلش التهاب فيها، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الصوره اللي جايه دي. هتلاقي زي ما احنا شايفين في عندنا اوض فاضيه، الاوض الفاضيه دي فيها زي شراعه صغيره جدا، الشراعه دي هي بتخرج السائل اللي مغطي الجيوب الانفيه الى الخارج، فاذا حصل ان الحامض رجع وقفل هذه الفتحه السائل هيفضل جوه زي الموجود في الصوره اليمين، هيفضل جوه ومش هيعرف يخرج، فهيبدا يجيله جيوب انفيه متكرره ويبدا ياخد مضاد حيوي متكرر، وعمره ما هيخف الا لما يوقف الحامض اللي طالع من تحت. دي جيوب انفيه متكرره. ايه تاني؟ يجيله كحه غير معروفه السبب، واحنا قلناها. طيب ايه هي اسباب ارتجاع المريء؟ ايه اسباب ارتجاع المريء الصامت؟ احنا اول حاجه اسباب فيسيولوجيه. يعني ايه فيسيولوجيه؟ امتى تعتبر نفسك مريض؟ تعتبر نفسك مريض لو جات لك حموضه كل يوم، اذا اكلت عيش وجبنه جالك حموضه، ولكن اذا رحت عند اي حد كلت ودبتها جامد، ملوخيه ومياه غازيه ثم شاي ثم مسقعه ثم وجات لك حموضه، دي حاجه عاديه خالص. رحت ضربت حواوشي، حاجه عاديه خالص. فالحموضه اول ما يجي العين يقول لك انا عندي حموضه، اقول له كم مره بتجي لك الحموضه في الاسبوع؟ يقول لي لما اعك. خد بعضك وروح، انت مش مريض. لكن في واحد تاني يقول لي كم مره في اليوم بتجي له الحموضه، هو ده المريض. طيب ايه الاسباب الفسيولوجيه؟ الاكثار من الاكل، التدخين. ليه التدخين؟ لان التدخين لقينا ان في النيكوتين بيخلي العضله توسع ما تنقبضش، وعضله الاثنى عشر تنقبض، عشان كده الناس كانوا زمان يقولوا انا هشرب سيجاره عشان احبس. الكلام ده صحيح، يحبس يعني ايه؟ يقفل العضله اللي بعد المريء اللي بعد المعده، فالاكل ما ينزلش بسرعه فيحس ان هو يفضل شبعان لفتره طويله. حاجه تانية،
اللي بيشرب مياه غازية مع الأكل، دي أسباب فسيولوجية. الست الحامل معدة البيبي بيكبر بيزق المعدة يطلعها جوه. وكمان الناس اللي عندها كرش سمنة في البطن برضو بتطلع المعدة إلى الحجاب الحاجز. إيه تاني؟ السيدات اللي بتلبس الملابس الضيقة زي الكورسيه، الشباب اللي بيلبسوا البطلونات الجينز الضيقة، كل ده بيساعد على حدوث ارتجاع في المريء. في بعض الأكلات اللي زي الشوكولاتة، الفلفل الأسود، القهوة، الليمون، البرتقال، أدوية. في أدوية بتعمل ارتجاع في المريء زي إيه؟ أدوية القلب. كل أدوية القلب بتعمل بالذات اللي هي فيها مادة النيتريت، مادة النيتريت اللي هي بتوسع شرايين القلب. القلب الشريان بتاع القلب هو عبارة عن عضلة ضعيفة بتتوسع بالنيتريتس، والمريء والعضلة دي برضو عضلة بتتوسع بالنيتريتس. فدي أول حاجة. أدوية الضغط زي الكالسيوم شانل بلوكر، أدوية الاكتئاب كلها بتعمل ارتجاع في المريء. أدوية حساسية الصدر، إن أنت عمال تشفط كل شوية، ما هي دي بتعمل سموث ماسل ريلاكسنت عشان العضلات اللي موجودة في القصبة الهوائية بيحصل لها انقباض في الحساسية دي، بتعمل لها انبساط، وكذلك بتعمل انبساط في عضلات المريء. حاجات المرضية زي ايه؟ احنا قلنا في عضلة قوية، العضلة القوية دي ضعفت وعمرها ما بتضعف إلا بسببنا، وده هنتكلم فيه إزاي نحمي نفسنا من ارتجاع المريء. تاني حاجة، العضلة اللي احنا قلنا صاحبتها اللي بتساعدها اللي هي الحجاب الحاجز، وهي دي أشهر حاجة بتحصل، وهي فتاء الحجاب الحاجز. وهنشوف صورة من الصور دلوقتي اللي هي الفتاء الحاجز ايه اللي بيحصل بالظبط. هنا على اليمين ده انسان طبيعي، والعضله اللي فوق دي عضله الحجاب الحاجز. نلاحظ في الصوره الثانيه هنلاقي حته من المعده طالعه لفوق، دي اللي هي ادت الى ان المعده طلعت سابت تجويف البطن وطلعت الى تجويف الصدر. طب دي ليه بتحصل؟ بتحصل عشان العضلات اللي بره وسعت ضعفت، احنا اللي ضعفناها يا بالسمنه يا بالاكل، يا اما شيل حاجات تقيله، يا اما عدم ممارسه الرياضه بطريقه صحيحه. فدي تؤدي الى ان العضله تطلع فوق وتسيب تجويف البطن وتطلع الى تجويف الصدر، ان في عضله قفلت وانت صاحبك واقف وراك. اللي بيحصل ان العضله بتطلع فوق وثابتك انت واقف تحت. طيب ايه هي دي من اهم الاسباب اللي هي بتؤدي الى ارتجاع المريء. طيب ايه الـ 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 العلاج او ازاي التشخيص؟ اهم شيء في التشخيص تسيب المريض يتكلم، تسمعه، لان كل المرضى لاحظت ان هم بييجوا يقولوا حاجه واحده، اول ما يقعد على الكرسي يقول لك انا عندي ارتجاع في المريء. فابدا اقول له يعني ايه ارتجاع بالنسبه لك؟ يقول لي الاكل بيرد في زوري. اقول له طيب بيرد في زورك وانت نايم بالليل ولا امتى؟ يقول لك لا بعد الاكل على طول. اقول له طيب يجي الاكل اللي لسه واكله ولا واكله من يومين ثلاثه؟ يقول لك صور انا بقالي من الاسبوع اللي فات لقيت رزايه واكلها من يومين. ده مش ارتجاع مريء، ده عكس ارتجاع المريء، ده انسداد في المريء. فلو سمحتوا ما تشخصوا، ما تموش تعملوا تشخيص لنفسكم، تخش على النت او تسال صديق من اصدقائك وتروح، وتنبيه على الزملاء الشباب الصاعد انك لازم تسمع العيان كويس، لازم تسمعه وتحاوره وتبدأ تفهم هل هو ده ارتجاع مريء ولا الأكل أصلا منزلش جوه المعدة، وقف جوه المريء.
كتيرة جدا جدا وبنشوفها، وبيفضل ياخد علاج كتير، وفي الآخر نفاجأ إن العضلة قافلة والأكل أصلا منزلش جوه، عنده عكس اللي هو بيقوله. دي حاجة. تاني حاجة المنظار. هنصورة أشوف المنظار دلوقتي. أكتر حاجة بحريص عليها إن أنا أقول للعيان المنظار. طبعا أنا بباصص على وشه، أول ما أقول منظار يبدأ كل الملامح تتغير، لأن المنظار عند الشعب المصري ما هو إلا عبارة عن بعبع، علما بأن المنظار ده مهم جدا جدا جدا، والثقافة بتاعتنا معرفانا إن المنظار ده حاجة خطيرة. المنظار ده بيتعمل بره بدون أي بنج، بس بياخد مخدر في الزور وبينزل، والموضوع سهل جدا جدا وما بياخدش 5 دقايق. لازم اعمل منظار؟ لازم تعمل منظار. ليه؟ لان المنظار هيقول لك واحد ايه سبب ارتجاع المريء. اولا من الاول انت عندك ارتجاع في المريء ولا لا، دي اول حاجه، لان ممكن يطلع عندك انسداد. تاني حاجه هيقول لك انت سبب ارتجاع المريء ايه، هل هي طفاصه ولا حساسيه من ادويه معينه، ولا هي نتيجه اكل معين فيه الفلفل، ولا نتيجة ضعف في العضلة، ولا نتيجة فتق الحجاب الحاجز. كل ده مش هيعرفه إلا المنظار، السبب. وعلى حسب السبب هنعرف هتتعالج إزاي. هتبطل تفاصة ولا تبطل تدخين، ولا تبطل شاي وقهوة، ولا أنت هتحتاج أنك تخس والعضلة كويسة ومفيش فتق، ولا هتحتاج علاج لمدة 6 أسابيع، ولا انت هتحتاج عملية. يبقى هيعرفك السبب وهيعرفك ما هو العلاج. فالمنظار في بعض الأحيان في غاية الأهمية. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ بنشوف العضلة دي ساعات بنخش نلاقي العضلة كويسة جدا بس العيان بيشتكي. طب نعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها حركية مريء، اشوف العضلة دي بتبقى قافلة ولا لا، او قياس حامض المعدة في المريء. احط كبسولة جوه المريء واشوف، واقول له كل ما تحس ان في حامض دوس على الزرار، ويجي لي بعد يومين اخدها احطها واشوف موجود ولا لا. كل ده محاولة لمعرفة السبب وما هو العلاج بالظبط. ايه هو العلاج؟ العلاج مستحيل في اي حلقة من حلقات هقول علاج، لان العلاج ده اللي بيقرره الطبيب المعالج، مفيش واحد زي التاني. العلاج في ارتجاع المريء الصامت يعتمد على مدة الشكوى، عمر المريض، التاريخ بتاع العيان. يعني الشكوى بقالها 3-4 سنين معاه، عنده 15 سنة، ما عندوش أي أمراض جراحة، عنده بقاله 6 شهور، عنده ضعف في العضل، عنده قلب وسكر وضغط، علاج دوائي مدى الحياة بس بطريقة معينة. ليه؟ لأن فوجئت إن في بعض المرضى أول ما ياخدوا أي دواء يفضلوا ماشيين عليه، اللي هي مهبطات المناعة، 40 ملي جرام كل يوم بقاله 3-4 سنين. وجدنا إن هذه الأدوية سبب من أسباب هشاشة العظام، نقص الكالسيوم، نقص المغنيسيوم، نقص الزنك، انتفاخ في القولون، عفانة في القولون والأمعاء الدقيقة. إيه عفانة دي؟ ده مرض اسمه سمول باول بكتيريال أوفرجروس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مصارنا الأمعاء الدقيقة دي طولها 6 متر، ربنا خلق فيها بكتيريا نافعة وبكتيريا ضار. بكتيريا النافعة أكتر من بكتيريا الضار، وإحنا بناكل العصارة المرارية، بتنزل عصارة المعدة الحامض بينزل يموت البكتيريا الضارة. فدائما البكتيريا النافعة أكتر من البكتيريا الضارة. أول ما تاخد دواء يخلي الحامض زيرو، لأن العلاج ده ما هو إلا إنك تخلي الحامض زيرو، مفيش عصارة نازلة، وبالتالي هيحصل إن البكتيريا الضارة هتبقى أكتر من البكتيريا النافعة، فالمريض يحس بانتفاخ وغازات وعسر هضم وكركبة.
علاجه بمنتهى البساطه وقف الدواء ده. طب انا ما اقدرش اوقفه اللي ايه؟ عشان بيجي له حموضه. يبقى لازم تعرف سبب الحموضه ايه وتعالجها من جذرها. لو كان الطب 1+2=3 كنا لقينا الطب عباره عن كمبيوتر موجود في الشارع تحط فيه التشخيص بتاعك اعراضك وكم تحليل اللي انت عاوز تحطهم هيروح مطلع لك الدواء وتاخده وتروح. لا، الطب هو عباره عن ما تبصش من خرم الباب، افتح الباب وشوف العيان على بعضه، عنده قلب، عنده سكر، عنده ضغط، عمره قد ايه. في مرضى كتير جدا يقول لك انا باخد الدواء ده مرتاح عليه جدا جدا جدا، بس انا عندي 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، وانا لسه هعيش 40 سنة كمان، انا مش عاوز اخد دواء كل يوم، حقه. فلازم نعرف السبب ايه عشان نعالجه. طيب ايه الاثار الجانبيه؟ من اخطر الاثار الجانبيه هي سرطان المريء. يا هو ممكن ارتجاع المريء يعمل سرطان المريء؟ ايوه ممكن. طب ازاي؟ فاكرين في اول حلقه لما قلت لك ان الغشاء المخاطي عباره عن رقيق قوي زي الشفايف والمعده تخين زي الوجه؟ كل يوم حامض، اتصور ان انا جبت شطه وكل يوم حطها على شفايفك، هيحصل ايه؟ هيحصل التهاب. التهاب سنه 2 3 هتروح الخلايا مغيره نفسها من رفيعه لتخينه، هو ده اللي بنسميه بداية السرطان وهو البريت أوسوفيكس. وساعات كتير جدا بنلاقي عيانين عندهم الخلايا دي، ولازم يجي كل سنة آخد عينة من أسفل المريء وابعتها، لو لقيتها ابتدت تتغير هنتجه للجراحة، أو دلوقتي بقيناش نعمل جراحة بقينا نقشر هذه الخلايا. أكتر عيان يخوفني هو العيان اللي يقولك أنا بقالي عندي 5 سنين حموضة وفجأة مرة واحدة راحت. أكتر عيان أقول له منظر حالا. ليه؟ عشان أنت الحامض بيطلع من المعدة على الغشاء الرفيع قوي فبيحس بحموضة. الغشاء دلوقتي غير، بقاش رفيع، بقى تخين، وهي بداية الخطر. فدي أكتر عينين إن احنا نعملهم. إيه النصايح اللي أنا ممكن أقدمها لعيان ارتجاع المريء؟ أول نصيحة، أوعى تمشي على دواء فترة طويلة بتركيز عالي. مش عاوز، خد تركيز قليل 20 ملي جرام أو 10 يوم بعد يوم. ما ينفعش تمشي على الدواء كل يوم أكتر من سنة. ده أول نصيحة. تاني نصيحة، أوعى تاكل وتنام. تالت نصيحة، اوعى ولادك تجيب لهم وجبات كومبو. يعني ايه وجبات كومبو؟ يعني ساندويتش مع جنبيه بطاطس جنبيه جردل بيبسي. كويس، وكل ما يكبر الجردل كل ما الولاد يحبوه اكتر واكتر. الوجبه دول حلوين ماشي، كميه قليله جدا، كلهم زيت، كلهم زيت وكلهم فات، مش مشكله. لكن المياه الغازيه زي ما هي عماله تطلع غاز وهي جوه بطنك، عماله تطلع جوه الكوبايه، عماله تطلع غاز، فعماله تنفش المعده، تضعف العضله. اوعى تجمع ما بين الشرب والاكل. اوعى تاكل وتنام. اوعى يجيلك احساس الشبع. قسم وجباتك كل 6 مرات في اليوم مش 3 مرات. اي دواء بتاخده لازم تستشير الطبيب. اوعى تاخد دواء من الادويه بدون استشاره الطبيب، لان في الناس اللي بتاخد مسيلات الدم لو خدت دواء لانقاص الحموضه تزود او توقف مفعول المسيلات، ويكون عندك شرايين في القلب او عندك جلطه في القلب. فخلي بالك جدا جدا جدا، وربنا الشافي. ويا رب ان شاء الله نكون النهارده قدرنا نوصل لكم بعض المعلومات اللي تفكوا. والى لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله.